يقول ربنا جل في علاه: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الكفاءة بالنسب لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لا وجود للي قال الكفاءة بالنسب واسم الشاه لا وجود له. أحد قال عن ذي الكفاءة من خطبة مثلا منتو أو منت أخته وقال هذا ما هو نسيب في كفاءة بالنسب؟ نقول له عاد فيه لنص وأخذنا له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا في الحلقة الماضية عند سورة القيامة، موضوع القيامة، وهنا في هذه العشالة سنقول كلاما عن لماذا نقول كلاما عن القيامة. هناك فيه موضوعين اثنين يجب أن يبقوا دائما حاضرين في الأذهان، هما الموت والقيامة. لأن إبليس يستعمل الذي قالوا من حبائله الذي قالوا الغفلات والتسويف والتمويه، ونحن مأمورون بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اكثروا ذكر هذه من اللذات اللي هو الموت. إذا ذكرت الموت وذكرت الآخرة ربما كان في هذا سببا على أنك تراجع بعض الأمور، ويرعوي من لم يكن كذلك، لأن من ذكر الشيء توقعه ومن توقع الشيء عد له العدة. وربنا جل في علاه وصف مشاهد القيامة وحذر منها، حذر منها نصوص الكتاب والسنة، حتى شافهم حتى طلع عليهم يعرفان القيامة شيء مهول إلى أقصى درجة. القيامة لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم القيامة، لأن القيامة من مفاتيح الغيب. يقول جل في علاه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول جل في علاه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب على التحقيق هي اللي مفسرة أيضا في القرآن: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالحاصل على أن القيامة من علم مفاتيح الغيب، وما من ملك مقرب ولا نبي مرسل يعرف متى ستقوم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتكم إلا بغتة، هي من مفاتيح الغيب. ولكن ربنا جل في علاه وإن استأثر بعلمها إلا أنه وصف مشاهدها ووضع لها علامات وأشراط. وهون ما عندنا كثير من الوقت، ولكننا سنقول ويجب أن يعقل هذا ويتدبر على أن من علامات قيام الساعة مبعث نبي عربي على كتفه خاتم النبوة محمد عليه الصلاة والسلام، من علامات القيامة. احنا نركض في منتصف القرن الخامس عشر للهجرة، هذا خطير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين يعملوا هكذا، معناها إيش؟ أبعث أنا تقوم الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا النذير العريان. النذير العريان رجل رأى العدو أو الحريق مقبلا فسارع لينذر قومه بعيد عن الباس. الغز جاء أو الحريق جاءت، فالرجل سارع لينذر قومه ولعشرته وحرصها على تبليغ عشر عن الباس. يقول: أنا النذير العريان. مسد عشرته بأن ذا شيء ذا شيء ذا شيء. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: أقبلت
أقبلت الرادفة تتبعها الراجفة، والله سبحانه وتعالى قد أنزل، وهذا أمر خطير كامل في ذلك الزمان اللي عاد له 15 قرن، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله، اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، أتى أمر الله، أزفت الآزفة. ويقول جل في علاه إنهم يرونه، اللي هو يوم القيامة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كل ذلك يجعل على أن الإنسان يجب أن يكون حذرا. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الدنيا، في هذه الدنيا زخرفها ربنا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل زينة لها، وإنا لجاعلون في فترة معينة ما عليها صعيدا جرزا. يقول جل في علاه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، اليوم إذا ألقيت نهرة على الفضائيات، هكذا رحلة بالريموت كنترول، هكذا ترى كيف زينت الأرض وأصبحت كأنها تحفة، من الفاسف، من الهادي، المحيط الهادي، المحيط الهندي، القارات برمتها ترى هذه الأضواء مشتعلة، والأبراج والشيء مقوس، العمران على أوجه. أخذت الأرض زخرفها، إن تشوف الأضواء في المدن الكبرى وحتى في الصغرى شيء مدهش. مدركها ظن أهلها أنهم قادرون عليها، نعم ظنوا أنهم قادرون عليها. هناك شبكات في الفضاء، أقمار اصطناعية، هناك صواريخ، عابرات قارات، طائرات لها سرعة الصوت، واحد يجلس في إفريقيا ويأخذ بطاقة يشتري من لاس فيغاس في دقيقة، وأشياء عجيبة الحاصل فيها على أن أهلها ظنوا أنهم قادرون عليها الآن، وفيه قوة عظمى، وفيه قوة دولية عظمى تعتقد على أنها تسيطر على الكون برمته، تسيطر على الناس، تملي عليهم سياسيا، وفيه منظمات تابعة لها، منظمات برينتون وودز، تملي على الناس ماذا يصنعون وكيف يصنعون اقتصادهم، فيمي، صندوق النقد، كلها مؤسسات، وفيها أحلاف عالمية يمارسون كما يقولون بالأجنبي دركي الكون، يعني واحد كأنه القوى العظمى تمارس، كما لو كان شرطي المرور ينظم هكذا، تنظم الناس. حاصل على أن أهلها ظنوا أنهم قادرون عليها، وربنا يقول جل في علاه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وأنا أخشى أن يكون قد أضلنا ذلك الزمان. جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر أمر الساعة، فقال إنه لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، خروج الدجال، نزول عيسى ابن مريم، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، الدخان، خروج يأجوج ومأجوج، ونار تخرج من قعر عدن. هذه هي العلامات الكبرى، ولكن العلامات الكبرى قاع من ساعة تجي منهم واحدة ما تري برض. جاء في الصحيح كذلك من حديث عبد الله، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم عليه يقول على أن أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أو يخرج الدابة على الناس ضحا، وأيهما بدأت فالأخرى على أثرها تقريبا. لكن يجب أن يعلم اختصارا على أننا بآخر آخر آخر الزمان، وفيه نص شعبي ملاهي يقول ما معناه، يقول عجبتني الصورة، يقول الوقت من الدنيا ينقال الدحميس، يقول يوم أولاد الزوايا، أولاد الزوايا يوم الآخر أحضر، الوقت من الدنيا ينقال الدحميس، والزوايا نقول الزوايا لأن الزوايا سلوك
ما هي بيئة عن بيئة، كل من انزوى عن شمحاله هو من الزوايا، وهو مع ربي ويقول أولاد الزوايا الوقت من الدنيا ينقال، المهم يعني الوقت من الدنيا ينقال له. الدحميس، حتى نلتقي في حلقة قادمة، لكم تحياتي والسلام عليكم. نقول ربنا جل في علاه: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الكفاءة بالنسب لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة